نشرة موجزة للأنباء من غرفة أخبار تلفزيون الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله. بدأت في العاصمة الإيرانية طهران أعمال اجتماع أصدقاء سوريا تحت عنوان الحل السياسي والاستقرار الإقليمي بمشاركة وفود من 40 دولة، ويهدف إلى البحث عن حل سياسي للأزمة في سوريا. وفي كلمة له أمام المؤتمر قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إن المؤتمر يعد خطوة هامة لحل الأزمة في سوريا، والمبادرة الإيرانية السابقة بخصوص حل الأزمة في سوريا لم تنفذ بسبب التدخلات الخارجية، مؤكدا أن ما يحدث في سوريا سيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، وسيضاعف العنف ويؤخر العنف، وهذا الأمر ليس من مصلحة أي بلد في العالم. وأشار صالحي إلى أن إيران طرحت مشروعا من 6 نقاط لحل الأزمة في سوريا، وقال يجب عدم السماح للتدخل الأجنبي في سوريا، كما أن على الأطراف التي تدعي الديمقراطية للشعب السوري أن تدعه يحدد مصيره. وأضاف أن طهران كجزء من الحل في سوريا دعمت مساعي موسكو لحل الأزمة في سوريا، ومبادرات إيران لحل الأزمة تأتي في إطار احترام السيادة الوطنية السورية. رجحت مصادر دبلوماسية أمس أن يعقد المؤتمر المقترح لبحث الأزمة في سوريا المزمع عقده في جنيف في 15 و16 من حزيران القادم. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إنه لم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل تنظيم المؤتمر، ولا يوجد اتفاق مؤكد على الموعد. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن هناك تدفقا متزايدا للمقاتلين الأجانب القادمين إلى سوريا من شمال أفريقيا ودول أوروبا، وقال إن المعارضة السورية في الخارج لم تلمس معاناة الشعب السوري ومعظمهم يعيشون في الخارج، مؤكدا أن عقد مؤتمر دولي حول الأزمة في سوريا هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، مشيرا إلى أن روسيا تراه سبيلا وحيدا. ولفت لافروف إلى أن ما تشهده الأزمة في سوريا من تطورات يهدد استقرار المنطقة ويسهم في تعميق الخلافات في العالم الإسلامي وتنامي الأخطار المحدقة بسوريا، مشددا على وجوب الابتعاد عن الحلول الأحادية والمعايير المزدوجة حول الأزمة في سوريا، ودعوة جميع الأطراف بما فيها إيران إلى طاولة المفاوضات في المؤتمر الدولي. كشف الإرهابي يوسف عبد الكريم حجو وهو صاحب ورشة أحذية في الحيدرية كيف تحول إلى إرهابي ليفاجأ بحقيقة العصابات المسلحة وأعمالها الإرهابية بحق المدنيين، ما دفعه لتسليم نفسه. يوسف عبد الكريم حجو مواليد 1977، عندي ورشة أحذية، ساكن بالحيدرية. في شخص كان بيجي لعندي كثير يعني عبدو عندلو، صار يلعب بعقلي يعني، هو دارس هذاك خريج معهد هذا هندسة كمبيوترات. جينا على بسلام باشا المحسن نهجم، وانا جاي على بسلام باشا شفت اشخاص ما بعرفهم اول مره بشوفهم، واحد عم يمسحوا له حموده هيك اسمراني طويل، عم بقول له حموده جاهز هذا الصواريخ؟ قال له جاهز، حاطين مثل هذول عرفانه دفش الايد مصممين، ما بعرف شنو مصممينه، لكن مصممينه حاطين فوقه صاروخين، بس هو العربانة متحرك متحرك هيك بيدو جهاز تحكم يحركه بالجهاز، وجهوه باتجاه الحيدرية مكتوب عليه على عرض 1 وعلى عرض 2، وجهوه باتجاه الحيدرية. أنا مستغرب، قلت معقول بيطقوا على الحيدرية يعني؟ الحيدرية ما فيه جيش سوري، قلت له هن لسه فيهم منطقتي وبعرفه أنا، ما توقعت إنه يزتوا على الحيدرية يعني يطقوا. والله ما أول شيء قال أطلق عرض 1 انطلق أطلق، هو كمان استغربت اكثر الساعة، وقفت شوي كمان اداك شوي غيروا مسافه كمان اطلقوا. اجيت انا قلت له ايش عم تسوي انتم يعني؟ قال والله اطلقنا. قلت له شو عم تطلقوا وهذا منطقه ما فيه جيش نظامي يعني؟ قال هذا مشان الفتنه. طيب قلت له مشان الفتنه باكي اهلينا ماتوا، يعني انا اهلي هنيك. قال في ذا الثوره. قلت له هذا الشيء غلط، انا ما كنت بعرفكم هيك، شوف انا هون سبب تركي يعني، هون سلمت حاليا يعني. بعد هذا فت على احد المقرات وشفت جماعات تقودهم طويل لابسين قلبيات تحت الركبه، يقول لا ركبه لابسين قلبيات، وكان في جوا خمر ونساء مبين يعني شو عم يساووا. جينا على المقر، هون بقى هون صرت اكرهم بزياده،
اولا الصواريخ خلاني يعني اكره هون، وثاني شيء دقوني وحارقين شواربهم يعني عم سووا مشيخه وما فيها شيء كله، يعني الطريق كله غلط بغلط. الانسان اول شيء ما بيعرف يعني، بس اللي بيقع جواته بيعرفون. شب حريق اليوم في منطقة سوق ساروجة التجاري في مدينة دمشق، وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق أن الحريق نشب في محل ببيت عربي بجانب فندق البتراء في سوق ساروجة، وأن فرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه. أكد الكاتب الأردني موفق محادين أن التقدم الكبير للجيش العربي السوري في مناطق القتال الرئيسية ريف دمشق وريف حمص وتوسيع عملياته في ريف درعا وحلب وإدلب أحبط المؤامرة الدنيئة على سوريا. وقال في مقالة نشرتها صحيفة العرب اليوم إن النسخة الثانية من حلف بغداد قد شارفت على نهايتها، وقد نشهد في غضون الأشهر القادمة بداية العد العكسي لنهاية المعارضة العسكرية بكل تشكيلاتها. وأشار محادين إلى أن الاتفاق الروسي الأمريكي الأولي وبدايات الحديث عن مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا وعن إشراف دولي على انتخابات الرئاسة السورية بمشاركة الأسد ليس سوى مؤشرات عملية على ذلك. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين العراقيين والتي ذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء تعبر عن الإرادة الإجرامية للمنظمات الإرهابية وأهدافها الخبيثة التي تريد إعادة العراق إلى مربع الاقتتال الطائفي. مجلس الوزراء اليوم ناقش بجد ولفترات طويلة كل التحديات التي تمر بها الساحة الأمنية وكل التوجهات التي ينبغي أن يقف مجلس الوزراء كما قرر صفاً واحداً في مواجهة الأزمة، وليبعث برسالة تطمين بأن الجميع متفقون على ضرورة تحمل المسؤولية ومواجهة الخارجين عن القانون بغض النظر عن انتمائهم ومذهبهم أو أحزابهم السياسية، وملاحقة كل أنواع الميليشيات والعصابات المسلحة الخارج على القانون والتي تريد أن تثير موجة من الاقتتال المجتمعي، وهذه تشكل بالنسبة لنا خطاً أحمر. في بوادر أزمة جديدة تضاف إلى سلة المشاكل والأزمات التي تعيشها مصر منذ عامين، أعلنت إثيوبيا رسمياً تحويل مجرى نهر النيل لاستكمال بناء سد النهضة، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة خانقة ستؤثر على كافة مناحي الحياة في مصر نظراً للأهمية القصوى التي يتمتع بها نهر النيل. رغم إعلان وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين بأن بدء عملية تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لا تعني منع مرور المياه أو جريانها إلى الأراضي المصرية. حثت فرنسا على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس الذي يزور النيجر الدول الإفريقية، حثتها على بذل جهود منسقة للتصدي للتهديد المتنامي للإسلاميين في صحراء جنوب ليبيا بعد الهجوم الذي تعرض له منجم لليورانيوم تديره شركة فرنسية الأسبوع الماضي في النيجر. هناك علامات على أن جنوب ليبيا الذي يفتقر للقانون بدأ يتحول إلى ملاذ آمن للجماعات المتشددة في منطقة الصحراء الكبرى، لذا يتعين علينا فيما يبدو أن نبذل جهدا خاصا بشأن جنوب ليبيا، وهو ما تريده ليبيا أيضا. في الشأن الليبي أيضا، طلب الكونغرس الأمريكي من وزارة الخارجية الأمريكية أمس تزويده بالوثائق المتصلة بنقاط المناقشة التي تم إعدادها بشأن الهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية، حيث سيتم استدعاء 10 مسؤولين حاليين وسابقين في الخارجية لمطالبتهم بتسليم وثائق ومراسلات تتصل بالهجوم. إلى ذلك، وفي دوامة العنف والفوضى التي تشهدها ليبيا، قتل جندي وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في مدينة بنغازي إثر هجوم بالرصاص استهدف دوريتهم مساء أمس، كما قطع مسلحون الطريق المؤدي إلى مطار سبها
بجنوب ليبيا، ما أدى إلى إقفاله احتجاجا على خطف زعيم ميليشيا مسلحة في طرابلس. أعلنت كوريا الديمقراطية عزمها الاحتفاظ بترسانتها النووية التي وصفتها بأنها كنز لا يقدر بثمن. وقالت الناطقة باسم الحزب الحاكم في بيونغ يانغ إن سلطات البلاد تشدد على أن الدرع النووي يضمن لها النصر الأخير ضد القوات الإمبريالية. وأضافت أن بلادها تتمسك أكثر بهذا الكنز النووي الذي لا يقدر بثمن، وسنشن حروبنا ضد الإمبرياليين بعزم قوي. وكانت كوريا الديمقراطية أعلنت مرات عدة أن برنامجها لتطوير رادع نووي غير قابل للتفاوض، بينما تقوم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمناورات عسكرية استفزازية ضد كوريا الجنوبية. أمرت الحكومة البوليفية بطرد الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي يوسايد من البلاد. وقال وزير خارجية جمهورية بوليفيا دافيد تشوكيخو أنكا، قال في تصريح له إن خروج بلاده من الوكالة سيجري بشكل منتظم وفي غضون فترة زمنية معقولة بعد أن أمرت الحكومة بطرد الوكالة من البلاد. وأكد الوزير البوليفي أن وزيرة التخطيط حاليا فيفيان كارو تتفاوض حاليا مع مسؤولين أمريكيين بشأن طريقة خروج الوكالة الأمريكية من بوليفيا، موضحا أن هذه الوكالة الناشطة في بوليفيا منذ العام 1964 موجودة لأهداف سياسية لا اجتماعية. يذكر أن بوليفيا طردت في عام 2008 لأسباب مماثلة السفير الأمريكي والوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات DAA من البلاد. تحطمت طائرة من طراز انتونوف N2 اليوم في منطقة كرانسو دار جنوب روسيا اليوم، أسفر عن مقتل قائدها. وقالت المتحدثة باسم وزارة حالات الطوارئ إرينا غوغوليف إن الطائرة تحطمت بالقرب من قرية ياسترو بوفسكي، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ هرعوا إلى مكان الحادث وأن تحقيقا يجري في الأسباب وراء تحطم الطائرة. ختام هذه النشرة الإخبارية الموجزة أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.